السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. فيديو جديد نهار معاكم. شحال هادي ما صورت ما والو. المهم مع الوقت راكم عارفين كيقولوا الدراري، والوقت والوقت كتجري سبحان الله العظيم، ما كاينش الوقت بزاف بزاف للتصوير، ولكن غنرجع ان شاء الله، ومازال التصوير القدام ومازال حوايج زوينين ان شاء الله. المهم وقفت حيت التليفون حاطه غير هكا فوق الطوموبيل، حيت داك اللي كتشد ليا تهرس. شحال هادي ما صورت ما بقاش كنقلب عليه زعما واش باش نشري واحد اخر ولا، حيت تهرس ليا. ودابا بغيت نصور معكم ما لقيتش باش نصور، حاطه غير هكا فوق بليس هكا في الطوموبيل. المهم هادشي اللي كاين هاد النهار ان شاء الله، بغيت ندير معكم كسكسو. كما كتشوفوا مورايا تقريبا لكم عندي الشرجم فاز، كاين واحد الشتا ما قدرتش ندور لكم، نقدر نهز هكا بلاتي وندور لكم الا قدرت. وميم تو كنصوك كاين صراحه شتيوا، وتوحش الصراحه كسكسو. شحال هادي بيني وبين كسكسو، وقلت غنشارك معاكم هاد النهار كسكسو، ولكن كسكسو هاد النهار شويه سبيسيال. يعني ماشي كسكسو، غنشارك معاكم ان شاء الله السميده ديال كسكسو، يعني السميده باش كنديرو كسكسو، ماشي السميده ديال الحرشه، يعني السميده ديال الكسكسو. ملي كتمشيو عند مول الحانوت كتقولوا لي عطينا السميده ديال الكسكسو، حيت انا هذه جبتها صراحه من المغرب ماشي هنا، وعاد كنقلب الى لقيت بحالها هنا، ولكن مازال ما لقيتش. يعني كاين كسكسو رقيق، وكاين الغليظ، وكاين المايا، وكاين، ولكن هذه كتسمى سميده ديال الكسكسو ماشي كسكسو. المهم هادشي اللي كاين. المهم الا شفتوني راني كنعويناتي كاين شي اكوش الغواط، راكم عارفين مع السكر والشتا، وراني غادي غير بشويه حيت باش التليفون ديالي ما يطيحش من حيت محطوط. داكشي علاش راني غادي غير بشويه. المهم نتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتتبعوا حتى التالي، ونتمنى كسكسو ديال هاد النهار يعجبكم، وما تنساونيش ديما ملي لايك ديالكم والبارطاج باش الفيديو ان شاء الله يا ربي يطلع. وهادشي اللي كاين، ويلاه معايا. المهم حتى قطعت معاكم، وانا نقول خليني نفيلمي شويه معاكم هنا باش تشوفوا الشتيوة صراحه. يعني ما مجهداش ولكن كتفزك، يعني رقيه بقات كطيح من قبيله لين الصباح، من فوق الصباح لقيتها كطيح. كتشوفوا المهم دوا الشتيوة ديالنا هاد النهار، داكشي علاش قلت غندير ان شاء الله كسكسو. والمهم خليكم معايا على ما ندخل للدار ونتلاقاو. ودابا ان شاء الله غنبداو الكسكسو ديالنا كيما غتشوفوا معايا، غني غنبدا معكم هاد الكسكسو. انا اول مره صراحه كنديرو كسكسو ديال السميده كيما قلت لكم، كيكون السميده كنقرب لكم شويه باش نوريكم السميده كي دايره. يعني كما قلت لكم في الاول الفيديو، يعني الناس اللي ساكنين بحال دابا عندهم الحوانت وداكشي كتقول لهم السميده ديال الكسكسو، وكيعطيكم بحال هكا دايره. وخليت منها شويه باش نشري عليها ان شاء الله، باش نقلب ونشري عليها. ومهم هذا يعني انا كنفضلها صراحه على كسكسو. كسكسو كاين اللي كيضر، لا هذه ما كضرش صراحه. كولي علاش ما قدرتي؟ ما كضرش، ما كتنفخش، وكتهضم دغيا. المهم هاد السميده هذيك كاين ندير بحال هكا، كنتمنى تكون باينه، وكاينين الناس تبارك الله اللي عارفينها. يعني هادشي وريت لكم غير الناس اللي ما عارفينش، يعني بحالي انا ما كنتش عارفه. ودابا غنبداو ان شاء الله. كما تشوفوا انا مازال عندي في ميكا في كلشي ديال هادشي ديال مين جبتها من المغرب، كلشي ديالها بسم الله. المهم انا غندير داكشي اللي قالت لي الوالده ديري غنديرو، حيت انا واخا طيبوها في المغرب ما حضرتش عليها ملي كانوا كيطيبوها. ودابا غنديرها ان شاء الله معاكم. ودابا درت الماء كيسخن، انا درت غير الماء في الطاوه، ما درت حتى شي حاجه غير الماء، حيت الوالده قالت لي ديري غير الماء في الاول، حيت الطفره الاولى خاصها تفور مزيان، حيت الا درتي خضره ولا شي حاجه درتي بالك بزاف، وما غاديش يعني من الاحسن ديروا غير الماء في الاول، الا ما ديروا التفره الاولى من بعد نسبوا كسكسو ديالكم. المهم دابا غنرشها، يعني غير غنرشها ما غاديش نغسلها تقريبا، غندير. المهم انتما غتشوفوا معايا، انا غنرش وانتما غتشوفوا معايا. بسم الله. Thank you.
المهم كما كتشوفوا من بعد ما لبست ليه مزيان الماء، يعني كاينه الطريقه اللي كيديرها بالزيت ولكن من الاحسن بالماء. يعني كما كتشوفوا لبست ليه مزيان الماء، ما كتشوفوش يعني ما كاينين شي حبيبات اللي ما فازقينش بالماء وما ملكش، يعني ما كاينش داك الكيزه ديال الكسكسو، ويمكن ما كتشوفها يعني حبيبات معزولين. ودابا ان شاء الله غنعمرو في كسكاس باش نديرو يتفور التفويره الاولى. دابا البنات كما كتشوفوا خليتو يتفور مزيان، يعني التفويره الاولى. دابا غنزولو نديرو بحال في شي بانيو ولا في شي حاجه باش نخوي عليه الماء باش نغسلو. المهم خليكم معايا. ولا البنات كما شفتوا، نحاول نقاد الكاميرا، درتو هنا يعني باش نعمرو بالماء باش نغسلو، حيت الا درتو غير في الكسعه ولا شي حاجه ما غاديش يهز ليا الماء مزيان. يعني بغيت نغسلو انا مزيان كما كتشوفوا. اول حاجه الماء بارد، ضرو بيني. بسم الله. المهم غنكمل انا هكا على التعصير ديال هاد السميده هادي، مي غنسالي كامل ونرجع معكم باش تا الفيديو ما يكونش طويل بزاف. ودابا من بعد ما صفيتو مزيان من الماء، يعني كتصفيو مزيان كما شفتو معايا، ودابا غنجيبو جبتو بحال هكا، درتو في القصعه بحال هكا وكنحاول نحلو يعني غير شويه بحال هكا، وغنخليه ينشف كما كتشوفوا. يعني ما ملكز ما والو، واذا كتقول لي عندك هذا الكز لك راه عند المهم راني تبعت كاع كلشي هو هذاك، حيت اول مره صراحه كنديرو كما كتشوفوا راه بحلول ما ملكز ما والو. شفتوا؟ ودابا غنخليه بحال هكا. غنخليه ينشف باش ان شاء الله غندوزو باش نصبو الكسكسو ديالنا. فوالا نخليه بحال هكا. ودابا ان شاء الله غنبداو باش نصبو الكسكسو ديالنا. المهم انا الماء خليت داك الماء اللي فورت عليه هو اللي خليت، يعني ما كاينش بزاف غير شويه. ودابا غنبدا. بسم الله. المهم كما كتشوفوا نحاول نبعد شويه على الكاميرا باش تبان. عندي الحمص، عندي جوج بصلات صغيورين قطعتهم هكا طروفا غير صغيورين، والمكور. هادو هما الحاجه الاولى اللي غندير. وغنجيب حتى اللحم باش ما ننساش. المهم اللحم كل واحد يديرها على قد جهدو، وكل واحد يدير داكشي اللي كيعجبو. المهم انا كيعجبني صراحه بيبي، هاد الايام وليت كنطيب بزاف بيبي. المهم لاداند اللي ما عرفش بيبي شنو هو، لاداند هو اللي كندير صراحه في الكسكسو، كيحمقني انا في الكسكسو. مين درت واحد النهار غير هكاك، يعني جات غير هكاك صدفه، ودرتو بكسكسو يعني بالزبيب جا غزال، يعني كسكسو بالزبيب والبصله جافن. ومن تما وليت كندير ديما، حيت اللحم المهم اللحم هنا في فرنسا صراحه الكو ديالو مبدل الباسل، تعيد ديري في العطريه تعيد ديري كيجي باسل. داكشي علاش كنفضل كنجيبها كالبيبي وكنطيب به. المهم ديروا على قياسكم، كل واحد يدير على القياس اللي يقدر. المهم دابا درت نجيب شي حاجه باش نحرك. المهم درت البيبي ديالي لاداند، المهم مربان يكون الناس ما عارفينش شنو بيبي. المهم هنا عندي معلقه ديال الخرقوم معلقه سكينجبير، حيت كنشف الكاميرا وكندير يدي ما عارفاش فين كنديرها. المهم سكينجبير، معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره عامره ديال البزار،
والخرقوم حتى هو معلقه صغيره عامره. المهم درت هكا وغنشوف من بعد الا خصني. انا كيعجبني ديما ملي كنرمي الخضره ضروري كنزيد واحد نص معلقه نص معلقه من العطريه باش الخضره ديالي كتشرب ديك العطريه، يعني كتكون هكا طريه من الفوق كتشربها وكتجي فنه فنه. المهم دابا العطريه ديالي هي هذه ملحه طبيعه الحال، غنديروا الملحه، غندير العطريه ديالي كامله. بسم الله فوالا، وغنشعل عليه البوطه. المهم كيما قلت لكم ما نساش الملحه. بسم الله ضروري من الملحه. ودابا غنخليها بحال اللي غتقلى، المهم غتغلى الطنجره، غتغلى غتغلى زعما راه الطنجره غتسخن مزيان حيت كاينه ديك التغله كاين اللي ما كيعرفهاش. المهم الطنجره ديالي غنخليها تسخن مزيان، الماء يسخن مزيان لداخل، واللحم حتى هو يشرب هذيك العطريه، وهذيك الساعه عاد غندير الزيت. يعني الزيت ما غنديرهاش دابا، غنخلي الطنجره ديالي هكا. من بعد غنوريكم يعني كيف ملي غنبغي ندير الزيت غنرجع معكم. من بعد الطنجره ديالي ما غلات مزيان، يعني هذيك العطريه اللي درنا دخلت في اللحم حتى في المكور اللي درنا كما كتشوفوا غلات، سافي دير كتكون بحال هكا كما كتشوفوا بحال هكا، يعني سخنت مزيان. ودابا غندوز ان شاء الله ندير الزيت. المهم انا الزيت ديما كنخلط الزيت البلديه وزيت الروميه في كسكسو. المهم اللي عندها بلديه ديرها، ما عندهاش حتى الروميه مزيانه. المهم انا ديما خصني نعبر كليش ندير غير هكاك، المهم كندير وحده نغرف هكا صغيور ديال البلديه، وغندير النص ديال الروميه. اصلا هادو راهم صغيورين، المغرف راه صغيور، والناس اللي كيديروا بحال دابا اللحم كيكون شويه فيه ليدان كنقصوا من الزيت. فوالا دابا غنخلي اللحم ديالي طيب، والخضيره ديالي ماشي طيب غير المهم تدخل فيها طيب على ما الكسكسو ديالي ينشف، يعني يشرب داك الماء وينشف ونطلق. ودابا من بعد ما نشف ليا الكسكسو ديالي نشرب داك الماء اللي باش غسلناه، دابا غندير ليه الزيت البلديه والملح. اللي عندها زيت البلديه ديرها، ما عندهاش دير حتى زيت الروميه، ولكن اللي كيدير حتى الزبده كل واحد وشنو كيعجبو. ندير الزيت البلديه، ودابا غندير مليحه ضروري باش كنسموه باش كيتفور تفويره ثانيه نسم. بسم الله كتشوفوا دخلت الزويته ديالي والملحه، وكنت ما كتشوفوا كسكسو يعني السميده شفتوا لي ما ملكزه ما والو، شوف يعني معزوله وحتى في الشده خفيفه ماشي ثقيله. دابا ان شاء الله غنعمرو باش غنفورو، يعني بلا ما نطور الفيديو، يعني غنعمرو ونديرو يتفور التفوره الثانيه من يتفور وغنرجع معاكم. المهم دابا رجعت معاكم بعد ما تفورت التفويره الثانيه، يعني زولتو درتو هنا كما غتشوفو معايا تجي بحال هكا. يعني خليته دابا حتى برد، يعني مغاديش نفورو دابا، غنخليه من بعد كما قلت لكم قبيله. انا التفويره الثالثه حتى كنبغي ان نحط كسكسو عاد كنفورو، هذا هو كما كيجي يعني رطاب يعني ومعزول، ما كاينش داك الكسكسو كيكون هكا مجموع من البز تشوفوا. المهم دابا غنخليه غنغطيه بحال دابا، نغطي بحال هكا وغنخليه. ودابا غندوز باش ندير الخضره ديالي. كما شفتوا قبيله في الاول درت هنا المكور، نزيد شويه الكاميرا القدام، يعني في الاول درت معكم هنا المكور والحمص والبصله درنا العطريه ياك،
دابا المكور ديالي زولته هو هذا، ودابا غندير الخضرة. البيبي ديالي مازال ما طابش، مازال خاصو غير شويه، غنديرو غير من الفوق باش نزولو من بعد الى طاب. المهم اول حاجه كندير اللفت، يعني اللفت عندنا شويه كتعطل في الطياب، غندير اللفت. المهم الخضره ديال الكسكسو كل واحد كيدير داكشي اللي كيعجبو، انا كاع الخضره كتعجبني تقريبا في الكسكسو. درنا اللفت غتشوفو، وغندير تخيزو. انا تخيزو هذا جبت غير داك الصغيورين قطعتهم غير على جوج بحال هكا، وغندير القرعه الخضراء والقرعه الحمراء حتى هي. المهم داكشي كيبقى لكم نتوما الاختيار شنو اللي كيعجبكم وشنو. المهم هاد القرعه نخليها حتى من بعد حيت القرعه دغيا كطيب، هادي غير دغيا كطيب. وهادو انا ما كنديرهمش في المرقه صراحه، كيعجبوني نديرهم في المرقه حيت كتلقوا ديك الحار كيجي داك الكسكسو غزال شويه حار، ولكن الدراري ما كيبغيوش كسكسو يكون حار، يعني المرقه تكون حاره ما ياكلوش كسكسو نهائيا. شنو كندير؟ يعني غتشوفوا معايا ان شاء الله مع الطفوره التاليه، كنديروا في وسط كسكسو ولا من تحت كسكسو، كنحط عليه كسكسو من الفوق وكطلع مع داك البخار ديال الكسكسو وكيطيبوا ليا وكناكلهم من بعد انا مع كسكسو. حنا ما كنقدرش نديرهم مع المرقه، ولكن هما مع المرقه كيجيو غزال، كي المرقه كيلدو المرقه كتجي فنه. المهم ضربت هاد ديال المعدنوس والقريعه حتى هي الحمراء، غنديرها دابا. شي وحده من الدراري اللي كياكلوا البطاطا، وعندي القرعه ماما داير القرعه هذه خضراء، هذه غنخليها حتى تغلى ليا شويه يعني تبدا تطيب لي شويه الخضره هذه حتى هذه شويه كتعطل، عاد غنرمي عليها هذه وصافي يعني تبقى شويه وغنتلاقاو ان شاء الله. ودابا رجعت معكم بعد ما طابت ليا الخضره اللي درت قبيله، طابت ليا غير شويه ماشي بزاف، دخلت فيها الطيام حيت اللفت عندنا شويه كتعطل. دابا غندير القرعه، القرعه الخضراء والبطاطا وميم طون. هما دي الطريقه اللي كندير انا، يعني ما كنديرش خضره كامله تبقى وحده. فوالا دابا من بعد ما دات الخضره ديالي كامله دابا في الطنجره، عندي هنا تقريبا كما كتشوفوا معلقه صغيره ولا ديك معلقه ديال الكافي من الصغار كاع، معلقه ونص معلقه من البزار. هذه كنديرها مي كندير المكور، حيت المكور مي كديروه في الاول كيخلي لكم كاع العطريه اللي داتو تقريبا، يعني الناس اللي كيديروا المكور كيطيبوا به في الكسكسو راهم عارفين المكور كياخذ كاع داك العطريه تقريبا البزار، كيشرب مزيان العطريه وما كتبقاناش بزاف على حسب الخضره. اللي كيدير المكور يدير الطريقه اللي غنوريكم، اللي ما داش المكور ماشي مشكل، درتو العطريه في الاول بركه لكم، حيت انا درت المكور كما شفتوا معايا في الاول، يعني بغيت نزولو ما بين المكور ما بين الورق ديالو شرب بزاف البزار. المهم هنا كما قلت لكم العطريه غنزيدها دابا، من درت الخضره كامله غنزيد هاد العطريه هذه باش الخضره ديالي كطيب من السما. بطبيعه الحال ذوقوا، الا كان خاصكم الملحة زيدوا الملحة ضروري باش الماكلة ديالكم كطيب، يعني ماشي مسوسة، الماكلة مي كطيب مسوسة راه مكتجي زوينة. وصافي دابا غنخلي الخضرة ديالي طيب مزيان. المهم البنات رجعت معاكم، يعني من بعد ما وصلت وقت الماكلة وجيت لهنا باش نصور لكم هذه التفويرة التالية كاع، منها غنفورها الفورة الثالثة، منها غنفورها يعني باش تفور، ومنها ان شاء الله باش نحط ونوريكم التفصيل ديالي كي جا. ونتمنى يعجبكم، وما تنساوليش من اللايك ديالكم والبارطاج. يمكن كتشوفوا شي مره كتفور غير من هنا كنقلب، المهم هكا حتى فكره للبنات اللي ما عارفينش كنبقى ندور باش التفور كيتفور كلشي. المهم دابا ان شاء الله غنحط الكسكسو ديالي ونتلاقاو.